الكلام وبالوحدة والتضامن واللي بغيناه يكون يكون وباش حنا مواطنين ولا حقوق لا قوانين ولا كنا مواطنين ويعملونا بالقوانين بريدي كمالهم شطاط وبغايدير الخبار سخون ويديها بالتليفون وقول لي سامي دون ابدا لن نخون رفاقنا في السجون وباش تعيش يا مسكين والمعيشة دار الجنحين وشي علا بغا يطير وشي ساكن تحت القصدير والحرية الحرية الحرية الفورية المعتقى القضية أنا كأب ديال الصحابي عمر راضي كنضامن مع سليمان دريسوني بمناسبة ديال العرض ديالو الثالث قدام المحكمة. حنا كنعتبروا الآن هذه المقاربة الأمنية يعني شوية طالت وأن الأهداف ديالها استنفذت وكنستقبلنا إطلاق السراح ديال الأستاذ المنجب. المتابعة في حالة السراح هي إشارة اعتبرناها حنا إيجابية وأن اللي غيستافد منا أكثر هو البلاد. لذلك نتمنى الناس اللي انا كرساله كنوجهها للمسؤولين على انه حنا كاسره كنعانيو من هذه المساله هذه وكنتمناو انه فعلا ان المغرب يقطع في هذه المرحله هذه يحاول يفوت هذه المرحله هذه لان المستفيد الاول كما قلت انا هو الوطن المستفيد الثاني هو هذوك الناس اللي انهم غير يقدروا نفسهم حقيقه من هذه المقاربه الامنيه اللي فعلا خلات الصوره ديال المغرب من الناحيه الحقوقيه ضعيفه. يعني المغرب الان في الجوار ديالو في المحيط ديالو هو اكثر الدول اللي كتعتقل الصحفيين وكتعتقل المدونين. لذلك نعتبر ان هذه الاشاره اللي كانت ديال الاستاذ منجب هي اشاره نعتبرها ايجابيه. كنتمنى انها تستمر والاغلاق هذا الملف ديال المقاربه الامنيه والاعتقالات التعسفيه ونتمنى اننا فعلا نديروا الخطوه الماشيه وفق الانتخابات الماشيه على انها فعلا المغرب يوصل الممارسة ديمقراطية سليمة وحوار وطني حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية ديال المغرب. وشكرا. ولدي اليوم كان ضار مع الصحفي بأنه وحنا كنعيشوا في واحد المعاناة زعما ما بقاش عندنا خاصنا الحقوق الإنسان خاص الناس ما بقاش عندنا ما بغيناش بقينا الاعتقالات راه بزاف هادشي ديال الاعتقالات أي واحد كيتعتقل واخا ما يدير والو. كنطلبوا صراحة ديال هاد الناس هادو مساكنين مشدودين كنطلبوا الله تبارك وتعالى في هاد العواشر الله يطلق سراحهم. ما بغيناش نبقى بلادنا فيها الاعتقالات والظلم هادشي بزاف. انا الصحافي عندنا فيه ثقه عندنا كنامنوا به كان وصلنا الخبر وكيتعامل معنا مزيان. انا ما كنت صحافي راه ما كاين والو. كنطلبوا الله تبارك وتعالى الناس تطلق سراحهم وبارك علينا من هاد الاعتقالات التعسفيين. ها طالب بالديمقراطيه وحقوق الانسان وحريه التعبير. ماشي كنطالب غير تبحري برك علينا من الحماسات. بنيو لينا الشركات بنيو لينا سبيطارات وعطونا بنيو لينا العمارات. هادشي راه ما كيفرحناش. ماشي غير جدار جوج كلمات يقول لي السجن السجن احنا السجن بغينا يا خوا. ما بغيناش نبقى الناس يمشيو للسجن على الباطل. وشكرا وتحيه للنظام. مع الصحفي الحر عمر الريسوني لا لتلفيق التهم لا للاعتقالات الانتقاميه كما تشوفوا الاعتقالات الانتقاميه لا من اللي تعرض لها الاخ سليمان الريسوني اللي تعرض لها الاخ عمر رادي. وكل تضامن كأحرار الوطن كل تضامن نقولها ونقولها بصوت مرتفع كل تضامن مع جميع الاحرار وحرائر هذا الوطن. الصحافه ليست جريمه الصحافه تعبير الصحافه
الصحافه كما ننظر في الدول المتقدمه التي تدعي الديمقراطيه صحافه حره، صحافه تعبر بكل شفافيه وكل مصداقيه، ولنا نرى احنا في البلاد ديالنا احنا في المغرب يدعين في الدستور الديمقراطيه وحقوق الانسان وجميع البنود انه تسينوا المعاهدات الدوليه حقوق الانسان وفي التعبير، ومشيت نجيو نشوفوا الواقع تلقاو واقع امر اخر. لان علاش تلقاو واقع امر اخر؟ تلقاو الواقع ديال الامر ان تتكون اعتقالات اي صحابي تبين على الحقيقه ولا تيقول الحقيقه ديال ان انتهاكات في الاراضي، ولا تيقول الحقيقه في الظلم اللي تتعرض ليه الشعب المغربي كما تنشوفوا كاين بعض المسؤولين كما قلتها في مباشرات سابقه من الصفحه ديالي ومن الصفحه ديال اليوتيوب ديال الاخوان ديال الريف، كما تنقولوا كاين اللي خد كورونا من المسؤولين خدها باش يضغط على الشعب المسكين الفقير، لان الشعب المسكين الفقير لا حول ولا قوه الا بالله. حنا هاد الناس هادو ما حدناش نجيو نوقفوا معاهم واش نجيو نضامنوا معاهم، لانهم اخوان احرار. وكما تنشوفوا العدد الصحفي ديال اخبار اليوم اللي تعرض لان تم المنع ديالو، هنا تتبين اننا نحن ليس بدوله ديمقراطيه وليس بدوله ان تنقولوا عندنا صحفيين احرار. علاش تم اقصاء اخبار اليوم؟ علاش يتم اقصاء اخبار اليوم ولم يتم اقصاء صحافه اخرى، صحافه صفراء؟ هذا تتسمى ظلم وهذا تتسمى حقره. وفين غاديين بهذا الشيء؟ فين غاديين؟ فين غاديين؟ لاننا اللي كنا باغيين تأنا تنسينوا معاهدات مع دول وتنسينوا معاهدات ديال حقوق الانسان، خاصنا نكونوا حنا تنتكلفوا بحقوق الانسان، ماشي غيكون عندنا حقوق الانسان. حنا تنشوفوا حقوق الانسان لا من الاعتقالات ديال الريف ولا من الاعتقالات ديال جراده ولا اعتقالات بعض المدونين، وكل التضامن مع هادي البداحي وكل التضامن مع جميع الرفاق اللي يتعرضون لتلفيق التهم. هذا وما دل الشيء الا ان يدل عليه، وبركه من الحقره كما تنقول، وبركه من الحقره، بركه من الاعتقالات الانتقاميه، وبركه من الاعتقالات التعسفيه، لان هذا الشيء هذا ما تزيد طين بله وتبين على الحقيقه ديالنا وتبين على الحقيقه ديال المسؤولين. وتحياتي لجميع الاحرار وجميع حرائر الوطن الجاري. تحيه لكل احرار. نور الدين عواج من موقع مدينه احد النشطاء موقع مدينه الدار البيضاء. اليوم جينا نضامنوا في وقفه احتجاجيه امام محكمه استئناف الدار البيضاء تزامن مع الجلسه الثالثه لمحاكمه الصحفي الحر سليمان الريسوني. كنقولوا بأعلى صوت بركه من هذه السياسه ديال تكميم افواه واعتقال اصوات حره. اليوم ماشي اعتقال سليمان الريسوني او عمر الراضي او كل اقلام حره او كل اصوات الحره على ربوع هذا الوطن الجريح، هي اعتقال حريه التعبير، هي اعتقال الكلمه الراي الحر. هو هذا كنقول ان اليوم الوطن ديالنا يكرر ويستمر سنوات ممارسه سنوات الرصاص، انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان كتمارس كتبدا بقمع الاقلام الحره والاصوات الحره. كنقولوا بركه من هذه السياسه القمعيه، لان اليوم المؤشرات وكاع المنظمات الدوليه كتقول ان المغرب ينتهكوا الممارس ينتهكوا انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان والسياسه القمعيه اللي كاينه. السياسه القمعيه شفنا اليوم مع الاساتذه مع الممرضين على طول هذه الخريطه، واش هذا هو الحل ولا هذا هو العمل؟ هذا هو النماذج التنمويه؟ لماذا لم يتم محاكمه رموز الفساد لنهبوا الثروات والبلاد؟ كنقولوا اننا الوطن راهنا الاعتقال والشعب راهنا الاعتقال. واطلقوا صراحه الوطن، اطلقوا صراحه الوطن، اطلقوا صراحه الوطن، ان الوطن هو راهنا الاعتقال بسياسه لا شعبيه لا ديمقراطيه لا عادله. عاشت الصحافه الحره ولا عاشت من خانها واعتقلها، وشكرا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية نضالية لجميع الأحرار والحرائر في هذا الوطن الجريح. حنا حاليا كنتواجدوا أمام محكمة استئناف كومانا في الدار البيضاء. أنتم كتشوفوا جينا نأزروا الصحفي الحر سليمان الريسوني اللي تعتقل ظلما وعدوانا. جينا نأزروا في هذه الوقفة هذه وندعموه، لأن السيد راه معتقل ظلما وعدوانا. وكنقولوا لمخزن الحكر الديكتاتوري أطلقوا سراح سليمان الريسوني. سليمان الريسوني ما كيسرق ما كينهب، سليمان الريسوني صحافي حر. وكنطالبوا باسقاط التهم الملفقه، لان ديك التهم اللي لفقتوا له راهي باطله، رحنا عارفينها. سليمان راه مظلوم، وكنقول لكم ديما انطلقوا الصراح ديالو، وكنطالبوا الصراح جميع المعتقلين السياسيين، وبالخصوص عاوتاني معتقلي حراك الريف جراده بن بوعياش، وعلى راسهم الاسد الصنديد ناصر السبزابي وصحابي شفيق العمراني والصحفي عادل البداحي
وجميع المعتقلين السياسيين، وتحية نضالية لجميع الأحرار والحرائر بهذا الوطن الجريح، وشكرا. وصل الاجتماعي، مرحبا بك.